صورة كبيرة في مباراة اليوم. دانيلو جوزمان، هذا دانيلو أربوليدا المدافع الكولومبي. المدافع الكولومبي دانيلو، والكرة تعاد للخلف الآن في محاولة قائمة. الشوط الثاني من هذه الكرة باتجاه دوارتي، ضربة ركنية بذكاء، ضربة ركنية. الحاضر في مباراة اليوم هذا هو المدافع الكولومبي، متر و90 سنتيمتر، أمريكا كالي، بدأ في بلاد كولومبيا. وطبعا يعوض اللاعب التونسي الممتاز ياسين برياح الذي طبعا تعرض للإصابة، لا زالت في أرضية الملعب. إلى دانيلو، بالمناسبة هذه محاولة عالية الآن للأمام، هذا دانيلو في حضوره الأول، كرة عالية بعراب دورينا عبر كل التاريخ. هذه محاولة من جانب دانيلو، دانيلو شوف ترى طبعا لانك تعرف اخطائك في مرور من جانب دانيلو، محاولة عيناوية ربما هي راح يصفر بعد هذه الكرة بكل ما فيها، مرور لدانيلو.